في سيدة فلسطينية بذكاء وشجاعة دخلت الطاقة النظيفة على قطاع غزة وقدمت خبراتها حتى تدمج هالمجال الجديد مع القطاعات الباقية وتفتح فرص عمل جديدة قدام شباب وبنات فلسطين. خبيرة فلسطينية من الطراز الأول، حصلت على الدكتوراه بمجال هندسة الطاقة المتجددة واشتغلت بمنظمات عالمية مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، اليونسف والأمم المتحدة، حتى وصلت منصب مستشارة مع الأونروا. مين هي؟ شو التحديات اللي واجهتها؟ كيف قدرت تساهم بحل مشكلة الكهرباء بقطاع غزة؟ قصص الناس اليوم رح نعرفكم على الدكتورة إيمان عاشور. يجدر الإشارة أنني السيدة الوحيدة التي أعمل في هذا المجال حتى وقت قريب. الآن طالباتي بدأنا في منافسة دي. إيمان تخصصت بماليزيا لكنها واجهت تحديات كبيرة لما رجعت على غزة. لابد أن تمر المرأة الفلسطينية تحديات إذا دخلت في قطاعات كهذه. قعدت سنة ونص وملأت شغل بمجالها، وعادة الإشراف الهندسي بتكون مهمة صعبة جدا حتى على الرجال. ولابد أن تقابل السيدة في البداية بإشارة إلى أنها ربما لا تعلم، ربما لا تجيد، ربما لا تستطيع، وكل هذه المبررات. وأحياناً عادة يتم الحرص بطريقة أنها سيدة. لكن الدكتورة إيمان فكرت أنه لازم تتعب وتعمل سمعة إلها حتى تنتقل صورة خبرتها العميقة الصح بين الشركات. اضطرت أنها تبني فرصة عمل بإيدها، صارت تقدم استشارات فنية لحد ما نجحت بعد سنة أنها تفتح سوق جديد. الحمد لله تجاوزت هذا بكثير من الصبر، دعنا نقول، وبكثير من الموضوعية. إيمان بعد ما أثبتت نفسها وخلت وعي كبير عن دور الطاقة النظيفة كحل جديد لمشكلة الكهرباء بغزة، قدرت تدرب وتأهل طلاب يلاقوا فرص عمل وبنفس الوقت يساعدوها تدخل الطاقة المتجددة على قطاع الصحة والمياه اللي عم تعاني من أزمة الطاقة والكهرباء. أنا كنت سيدة وأشرف على عدد كبير من المهندسين في المواقع وأشرف على عدد كبير من الفنيين. اليوم بفضل جهود الدكتورة إيمان صار في بين 300 و500 عامل ومهندس بيشتغلوا بهالقطاع الجديد. ودائما أنصح طالباتي، أقول هنالك أفاق واسعة لمجالات الطاقة المتجددة، هذا سوق منفتح دوليا وعالميا. دور الدكتورة إيمان فخر مش بس لنساء غزة بل كمان لشباب فلسطين كلها، لأنها نموذج قيادي التغلب على التحديات. هي كانت قصة سيدة عربية من أرض التحديات غزة. نتمنى تكونوا حبيتوا قصتنا اليوم وحسيتوا بالفخر اللي عشناه نحن وعم نشتغل على هالقصة. كرمال هيك شاركوها مع أحبائكم حتى نكمل مع بعض قصص ناس.